يبدو يوماً عادياً للتسكع مع البنات. صوفيا، يجب أن تري هذه الميم المضحكة. هناك ما يخبرني أن صوفيا لم تكن تريد هذا المظهر. إيمي، لقد جعلتني أكسر أحمر الشفاه المفضل لدي. أنا غاضبة منك الآن. إليك، إنه لك. يا ربي، لابد من طريقة لإصلاحه. من لديه قوة سحرية للصقه معا مجددا؟ في الواقع لدي فكرة. هل تعلمين أنه يمكنك تشكيل المكياج عند إذابته؟ لأحمر شفاه مكسور كهذا، ضعي لهبا على القاعدة لجعله طريا ولطيفا. الآن ألصقي القطعة المكسورة على الأعلى واخلطي أثناء إذابتها. بعد أن يبرد، أزيلي أي قطع مكسورة متبقية. وهذا كل شيء. صوفيا، لدي شيء أريك إياه. أمل ألا تكون ميما أخرى. ماذا؟ هل هذا أحمر الشفاه المكسور؟ كيف بحق السماء استعدته هكذا؟ يبدو كأنه جديد تماما، حرفيا. حسنا، هل يمكنني أن أكون صديقتك المفضلة من جديد؟ أنا سعيدة لأننا تمكنا من الالتقاء أخيراً. لقد أردت القيام بذلك منذ فترة. كدت أن أنسى. يجب أن أخبرك عن كل الأخبار التي سمعتها بالأمس. هل تذكر إيمي؟ يا إلهي، ستكون قصة أخرى من قصصي لانا طويلة. انتظري، سأذهب إلى الحمام. حسناً؟ حسناً. أعتقد أنه يمكنني استغلال هذا الوقت لوضع أحمر الشفاه بسرعة. سأخرج المرآة. حسناً، لنرى ما لدينا هنا. كلما ذهب رفيقك إلى الحمام، يمكنك استغلال الفرصة للتحقق من مكياجك. جيد. لقد انمسح أحمر الخدود. أبدو شاحبة. لا 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 لا، هذا غير مقبول. سأضع القليل من أحمر الخدود وانحلت المشكلة. هل نسيت إحضاره معي؟ لا، كيف سأتصرف الآن؟ إن كنت في عجلة واحتجتي إلى القليل من أحمر الخدود، فجربي هذه الخدعة المفيدة. ضمي فمك واضبعي شفتيك مع أحمر الشفاه على منديل كهذا. اضغطي الطبعة على خدك هكذا. والآن افعلي الشيء نفسه مع الخد الآخر. لا تقلقي، لن يبدو هكذا لفترة طويلة. بإصبعك افركي أحمر الشفاه بلطف على خدك. إنه لزج قليلاً، لذا خذي وقتاً أطول في دمجه. لا تنسي الخد الآخر يا لانا. واو، كما لو أنك تضعين أحمر خدود حقيقية. أترين الفرق؟ حسناً، كان ذلك وشيكاً. من الأفضل أن أضع المكياج بعيداً قبل أن يعود. ها أنت ذا. يا إلهي، لا تذهبي للحمام. يا بعد قضاء بعض الوقت هناك، لا تبدو قصة لانا طويلة سيئة الآن. هذا أفضل بكثير. حصة الأحياء بجانب تلك الغريبة، كما لو لم يكن الجلوس في حصة مملة كافيا. تدركين فجأة أنه ذلك الوقت من الشهر، وبالتأكيد وقت الذهاب لحمام السيدات بشكل طارئ. يا إلهي، يا هل أخذت التامبون بعيدا عن ورقتي؟ لا، لا أعرف ماذا أقول. إن هذا محرج للغاية. حسنا، لنرجع بالزمن قليلا هنا. في المرة القادمة التي تضعين تامبون في حقيبتك، جربي هذه الحيلة المميزة. خذي إصبع روج أو بلسم شفاه قديم كهذا وتأكدي من أنه فارغ. تامبون صغيرة في الإصبع حيث يجلس الروج عادة. سهل جدا، صح؟ إذن في المرة القادمة التي تكونين في الصف ويحدث ذلك، اطمئني لحقيقة أنك قللت احتمال مرورك بلحظة محرجة جدا. وها أنت ذا. التجهيز لليلة في الخارج مع البنات. الاستعداد هو نصف المتعة. لا، لم يتبقى شيئاً عند هيلي. تباً. في المرة القادمة أزيل غطاء البخاخ عن القنينة. صبي آخر قطرات في عبوة أصغر بالضغط على الفتحة بالملقاط. من كان يعلم أن كل ذلك هناك؟ ها أنت ذا، وجهك الجديد من المكياج لن يزول قريباً.
تم أداء المهمة يا بنات. تعالي، إنه لهيلي. يا إلهي، أرغب بتناول شيء حلو قبل حصة العلوم. لقد تذكرت إحضار وجبتي الخفيفة المميزة. حسناً، هل أتخيل ذلك أم أنها تتحدث بالفعل عن أحمر الشفاه؟ لذيذ. هل أنت جائعة جداً لدرجة أكل مكياجك؟ يمكنني إعطائك لوح جرانولا أو شيء ما. بيني وبينك، هذا ليس أحمر شفاه حقيقي. لصنع أحمر شفاه قابل للأكل، أحضر علبة أحمر شفاه كهذا. تأكد من أنها خالية من أحمر الشفاه، ثم املأ وعاءً بقطع شوكولاتة بيضاء كهذا. سخنها في المايكروويف حتى تذوب تماماً. امزج لون طعام بلون أحمر الشفاه نفسه. حالما يمتزج اللون، اسكب الخليط في علبة أحمر الشفاه. بحذر، فقد تحدث القليل من الفوضى. احرص على عدم الإفراط في ملء العلبة. سيصبح جاهزاً حالما يتصلب. تفضل كيفن، لماذا لا تجربه؟ إن أصريتي. هناك شعور سلمي يصاحب وضع المكياج بطريقة منهجية، حتى تحشر صديقتك نفسها وتحاول مشاركة المرآة معك. هل أنت جادة يا لالي؟ أوف لالي، ألم تسمعي بأن المشاركة تعني الاهتمام؟ على رأسكن يا فتيات، لابد أنه توجد طريقة لحل هذه المشكلة. الصديقة المقربة، لا يمكن العيش معها ولا العيش بدونها. لا تعبسي يا لالي، يمكنك دائما تحويل طاقة الغضب إلى مقلب. نعم، يبدو أن الأمور تتحسن الآن، صحيح؟ لانا مصممة على وضع مكياجها، صحيح؟ حسناً، سأعطيها بعض المكياج. قطرة أو قطرتين ستكون كافية. حسناً، 5 أو 6 قطرات. لقد جهزت كريم الأساس لك يا لانا. لا، بثور أخرى؟ أوف، مزعجة جداً. سأغطيها بطبقة من كريم الأساس، ليست مشكلة. لحظة، هذا ليس لوني. سأحاول أن أخمن، أنت وراء ذلك، صحيح يا لالي؟ لكن ربما يعمل هذا اللون لشيء آخر. يبدو أنها ستحصل على مظهر جديد. إن وضعت القليل من درجة غامقة من كريم الأساس على فرشاة، فيمكنك منح بشرتك بعض النمش الجميل. واو، يبدو جميلا للغاية. أعلم ذلك، ألا أبدو متألقة؟ يبدو أن الخدع تتحول في بعض الأحيان إلى إلهامات مفيدة. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ هل تستعدان للخروج الليلة؟ واو، ظلال العيون هذا رائع، الكثير من الألوان. ممتاز، تفضلي، أتريدينه يا بيلا؟ لا، مكياجي. أسفة يا بيلا، اعتقدت أنك أمسكت به جيداً. أوف، لقد كان جديداً يا لانا. خطأي. مهلاً، ربما يمكننا استخدام شيء آخر على أعيننا. نعم، قد يعمل أحمر الشفاه، لماذا لا نجربه؟ تبدو فكرة شيقة. إن كنت مستعجلة ولا يتوفر لديك كل مكياجك، فحاول استخدام أحمر الشفاه كظل عيون. ابدأي بلون نيود كهذا، وضعيه على كامل الجفن. قبل أن يجف، ادمجيه في جفنك لدمج الحواف قليلاً. اختاري لوناً غامقاً كالأحمر، وضعي القليل منه على الحافة الخارجية للجفن. حالما يجف، ادمجي اللون باستخدام حركات دائرية بالفرشاة. وأخيراً، ضعي القليل من لون فاتح في منتصف الجفن. كما خمنتي، حان وقت المزيد من الدمج. واو، لو لم أرى الطريقة لاعتقدت أنه ظلال عيون غالٍ. نعم، أعلم أني أبدو جميلة. اذهبنا الآن، ستتأخرن. للعديد من الفتيات، الاستعداد لليوم يعتبر طقساً تأملياً. لا تنسي مثبت الشعر. ممتاز. ماذا؟ يبدو أن العلب الحديدية قد تخلف بقع صدأ على منضدتك. أوف، لماذا هذه البقع عنيدة جداً؟ يا إلهي، لقد قمت للتو بتنظيف الحمام. كلا، هذه البقع صامدة. ما الذي يجب علي فعله؟ مرحباً بيلا، سأقوم بمجرد إعادة مانيكيري. لو كان باستطاعتي تغطية هذا الصدأ، هل من الممكن أن يعمل المانيكير؟ لنجربه، اتفقنا؟ أولاً، ضعي بعض الكحول في قطعة قطنية، ثم افركي الصدأ من العلبة بها. حالما تنتهي من ذلك، أحضري مانيكيراً شفافاً واصبغي القاعدة السفلية للعلبة. لا تخافي من استخدام الكثير من المانيكير. الآن، عندما تضعين العلب في حمامك، لن تتركي أي بقع صدأ عنيدة. والآن، يمكنك تصفيف شعرك بلا هم أو قلق. Can I get some attention? There is something I need to say.
by outside this little room where I've been staying. But the door is bolted and the window's locked. I'm waving through the glass to get somebody's full attention, but they all just move too fast.